أمطار غزيرة بالعاصمة تتسبب في انسداد بعض الطرقات وعرقلة حركة السير، ومصالح الصيانة تكثف جهودها لإزالة الأتربة والأوحال. الوزير الأول أحمد يحيى غدا بلشبونة لتراس أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، مناصفة مع نظيره البرتغالية. تقدم كبير في أشغال إنجاز الشطر الأخير من الطريق السيارة الرابط بين الطرف وتونس لتسليمه العام المقبل دفعا للنشاط الاقتصادي والتجاري. فريق أوفاق سطيف يواجه سهرة اليوم نادي الأهلي المصري في إطار الدور نصف النهائي ذهاب لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم معنا إلى تفاصيل النشرة الواحدة. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره الغيني ألفا كوندي بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني، مجددا تمام حرصه على العمل سويا على توطيد التعاون الثنائي بين الجزائر وغينيا، وذلك لفائدة البلدين الشقيقين، ومؤكدا التزامه بتعميق التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يشارك اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالعاصمة الغينية كوناكري في الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاستقلال جمهورية غينيا. وكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قد استقبل أمس من قبل رئيس المجلس الوطني الغيني كلود كوري كونديانو. وبالقاعة الشرفية للمطار استقبل عبد القادر بن صالح من قبل الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي عبر عن شكره لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مستوى المشاركة في الاحتفالات المخلدة لذكرى استقلال غينيا، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مبديا استعداد غينيا للرفع من مستوى هذه العلاقات التي عرفت انطلاقة جديدة منذ الدورة الثالثة للجنة المشتركة في ديسمبر 2017. بدعوة من الوزير الأول البرتغالي، يحل غدا الوزير الأول أحمد يحيى بالعاصمة البرتغالية لشبونة ليترأس مناصفة مع ناظره البرتغالي لويس سانتوس دا كوستا أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري البرتغالي. الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان. وبين الجزائر والبرتغال علاقات متميزة تجسدها الإرادة المشتركة في تفعيل آلية الشراكة الاستراتيجية على مختلف الأصعدة. موفد تلفزيون إلى البرتغال أحمد أمين دريدي. منذ التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين سنة 2005، عرفت العلاقات الثنائية بين الجزائر والبرتغال قفزة نوعية جسدتها إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره البرتغالي في تكثيف التبادلات بين البلدين وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية. إرادة كانت الركيزة الأساسية لتفعيل آلية الشراكة الاستراتيجية من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المختلطة رفيعة المستوى ومنتدى الأعمال الجزائري البرتغالي، آليتان مكنتا من تحقيق حجم مبادلات تجارية فاقت المليار يورو إلى غاية السداسي الأول من سنة 2017، ويشمل قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية والطاقة والبيئة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مجالات تعززت بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات سنة 2009 و2010 وكذا سنة 2017 بلشبونة، والتي شملت قطاع المالية والنقل والتربية والاقتصاد الرقمي. وعلى غرار اللجان رفيعة المستوى التي انعقدت دوريا وبانتظام بالجزائر ولشبونة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجزائر والبرتغال تتقاسمان الرؤى والمواقف حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة،
وذلك من خلال مشاركتهما الدائمة في اجتماع آلية 5+5 التي تجمع بلدان المغرب العربي ببلدان غرب أوروبا. تميز اليوم الثالث من زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة بإشرافه على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية عاصفة 2018 على مستوى القطاع العملياتي شمال شرق إلى ميناس. في البداية ورفقة لواء حسان علمية قائد الناحية العسكرية الرابعة استمع سيد الفريق إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي مدير التمرين والذي تركز أساسا حول مختلف الأعمال القتالية التي ستنفذها وحدات برية وجوية. وبميدان الرمي للقطاع العملياتي تابع سيد الفريق جميع محطات تنفيذ هذه المرحلة من التمرين بموضوع المجموعة الفرعية التكتيكية الثانية في الهجوم من الحركة والذي شاركت فيه الوحدات العضوية التابعة للقطاع العملياتي شمال شرق إلى ميناس ووحدات جوية من طائرات ومروحيات تقدمتها طائرة الاستطلاع الجوي للقيادة العليا حيث تم تسجيل احترافية عالية للإطارات الميدانية في مجال التحليل والتركيب وإيجاد الحلول الملائمة للمسائل التكتيكية المتعلقة باستخدام الوسائل عالية الدقة. وفي لقاء تقييمي مع الأفراد المشاركين في هذه المرحلة من التمرين ألقى سيد الفريق كلمة توجيهية قدم من خلالها التهاني للجميع حاثا إياهم على أن لا يكتفوا بالنتائج الجيدة المحققة بل ينبغي التطلع دوما إلى تحقيق المزيد وبذل المزيد من العمل المثابر. السيد الفريق حث الجميع على أن يظلوا دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة كافة التحديات الحاضرة والمستقبلية حماية للجزائر وذوذا عن سيادتها وأمنها واستقرارها، ليستمع بعدها إلى تدخلات وانشغالات إطارات وأفراد القطاع الذين جددوا التأكيد على أنهم سيكونون دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة أي طارئ في كافة الظروف والأحوال. إلى أحوال الطقس، حيث أدى تساقط أمطار غزيرة مساء أمس بالجزائر العاصمة إلى تراكم كمية كبيرة من المياه بالأنفاق والطرقات مما تسبب في عرقلة حركة المرور، ما استدعى تدخل مصالح مؤسسات صيانة شبكة الطرقات والتطهير لولاية الجزائر من أجل تصفية المجاري وضخ المياه المتراكمة لتسهيل حركة المرور، كما تسبب انسداد البالوعات في غلق بعض الشوارع وعرقلة حركة السير. حمزة أحمد بالقسم. شارع طرابلس الحامة وبالوزداد هي أحياء العاصمة التي تضررت من الأمطار المتساقطة ليلة أمس. ارتفاع كبير في منسوب المياه ما تسبب في غمر هذه الشوارع بعد هطول أمطار فاقت 25 مليمتر في ظرف وجيز جدا. والكمية المعتبرة أدت إلى بعد التراكم المياه في لارومبوارال في تريبولي وفي الحراش، هذا كان ناتج على كوم سي دير لي بريمير بلوي اسفيرون نسيت ما صبش لي بريمير بلوي جابت معها كاع واش خلاو مخلفات النفايات، هذوك النفايات سدوا مدخل البالوعات. كميه كبيره تاع امطار الخريف اللي تلم كامل يعني تغسل كامل الاحياء اللي تهبط الى المستوى المنخفض، تزامنت مع يعني ارتفاع منسوب البحر يعني هيجان البحر اللي ما خلاش يعني لي كوليكتور يمشيوا مليح. التدخل السريع للسلطات المعنيه في المناطق المتضرره تمكن من فتح الطرقات وهذا دون تسجيل اي ضحيه. سجلنا بعض التدخلات تتمثل في 26 تدخل بدون تسجيل أي ضحايا. هذا ويبقى الوعي والسلوك الحضاري للمواطن بالإضافة إلى التنظيف الدوري للبالوعات السبيل الوحيد لتفادي مثل هذه الحوادث. هذا ويتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أمطارا غزيرة تفوق 60 ملمترا بداية من اليوم وإلى غاية الساعة 11 ليلا وتخص ولايات
الطرف عناباس كيكدا جيج البيجا ياسطيف برج بارريج قسنطينة قلمة وسوق هراس. كما تشير النشرية الخاصة إلى قدوم اضطراب جوي وهذا مصحوب بأمطار غزيرة تفوق 30 ملم على الولايات الوسطى بداية من الثالثة ظهرا إلى غاية 11 ليلا، وتخص ولايات العاصمة بومرداس سيزي وزو البليدة لمدية ولبويرة. وفي الذكرى العاشرة لفيضانات غردايا نظم يوم إعلامي لإبراز المكاسب المنجزة لحماية المواطنين من خطر الفيضانات والتحسيس بضرورة المساهمة في تنظيف مجرى واد مزاب وحمايته. مصطفى هتات. عشر سنوات مرت على فيضانات غردايا في الأول من أكتوبر 2008. فجر ذلك اليوم المصادف لعيد الفطر استيقظ سكان غردايا على كارثة فيضان وادي مزاب. ارتفاع مستوى المياه بلغ أمتارا عديدة جارفة معها الأتربة والأوحال، وخلفت الكارثة عشرات الضحايا والآلاف من المنكوبين. بدأ في الليل البرق مع 3 نتاع الصباح، برق البرق البرق البرق. أول ما درنا اتصلنا برئيس البلدية لأن واحد المارح جاء قوي، ما جاش في بالنا يعني كاع هذا الشيء. هذا الفيضان تاع 2008 لها أسباب. بعض من الاشخاص داروا زون كري دي زيسباس دو باتيوراج يعني للرعاويه، 37 حاجز داروها. لما صبت الامطار غزيره تكسروا. يعتبر وادي مزاب من الاوديه الصحراويه التي يصعب التنبؤ بجريانها، ومن اجل حمايه مدينه غردايا من مخاطر الفيضانات وتجنب كوارثها مشاريع هامه انجزت لهذا الغرض، اهمها انشاء السدود وتوسيع مجرى الواد وتدعيم حوافه. قامت الدولة بعدة عمليات ورصدت أغلفة كبرى، وهذا تتمثل في إنجاز 3 سدود كبيرة لحجز ما يقارب 52 مليون متر مكعب من المياه. هذه السدود من شأنها أنها تقلل مجاري المياه. في السابق مثلا كانت 1000 متر مكعب في الثانية، أما الآن يكون سيلان ب 20 متر مكعب في الثانية. ورغم الأخطار الكبيرة التي يدركها الجميع، لا زال مجرى الوادي يتخذ مكانا لتفريغ مخلفات المشاريع ورمي النفايات. 10 سنوات مضت الناس مازال كاين ما داوش العبره، لان العرف امناء السيل يقول لك باللي لازم واد مزاب تخليه 100 متر. فلذلك يعني الحمد لله الجزائري قد سطلت اموال باهظه جدا من اجل توسعه مجرى وادي مزاب ليكون 100 متر حسب عرف امناء السيل. وفي هذه الذكرى نظم بمقر الولايه يوم اعلامي شارك فيه مختلف المعنيين للتوعية بضرورة حماية مجرى وادي مزاب. انطلقت عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية عبر كامل بلديات الوطن والتي تمتد إلى غاية نهاية شهر أكتوبر. وبالمناسبة دعت وزارة الداخلية والجمعيات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية والبالغين سن 18 سنة كاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 إلى طلب تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية على مستوى بلديات مقر سكنهم. أما بالنسبة للناخبين للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم أن يتقربوا من بلدية مقر إقامتهم الجديدة التي ستتكفل بإجراءات الشطب والتسجيل. من جهة أخرى أوضحت وزارة الداخلية أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 4:30 مساء بعد يوم الجمعة. ضمن البرنامج السكني في صيغة البيع بالإيجار والسكن الريفي، تم بولاية عامة توزيع حصص من صيغة عدل 2013 وتقديم إعانات للسكن الريفي للمستفيدين. فؤاد أحمالية. الصيغة الأولى كانت للمكتتبين بصيغة البيع بالإيجار عدل، فرحة كبيرة لدى المستفيدين من هذه السكنات، حيث تم تسليم مفاتيح الاستفادة للعائلات من حصة 95 وحدة ببلدية عامة. الفرحة ما تقدرش تعبر عليها، فرحة كبيرة بعد طول انتظار تحصل على سكن عدل. الحمد لله طلعنا على السكنات، كنا جد راضون على الخدمات اللي أنجزت. شعور لا يوصف، ونشكر فخامة الرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. العقبة للمازال إن شاء الله. الحمد لله بون أبخي 5 ans
من 2013 وحنا نستناو. اليوم الحمد لله اكتملت الفرحه ونشكروا السيد رئيس الجمهوريه. 298 سكن من صيغة البيع بالإيجار استفادت منها ولاية النعامة ضمن هذا البرنامج موزعة على 3 دوائر هي المشرية النعامة وعين صفرة، سيتم توزيعها كاملة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة. نهاية السداسي، نهاية السداسي الثاني سنوزع إن شاء الله أكثر من 3300 وحدة سكنية، وكذلك سنقوم عن قليل سنقوم بتوزيع أكثر من 485 وحدة سكنية ريفية. وفي حفل ثاني تم تسليم 483 مقررات الاستفادة من إعانة الدولة للسكن الريفي. الحمد لله اليوم والله دنا مفاجأة كبيرة، والحمد لله طبعا كل واحد كل مؤمن نقول هذا الفرحة وينا يخدمها والسكنة هذه للمستقبل والدراري نتاعه واللي ما عندهش الله يعاونه ويعطيه. للتذكير ولاية النعامة استفادت من البرنامج السكني الريفي من 20,000 إعانة، منها 2,500 في سنة 2018، حيث تم تسليم أكثر من 1,600 مقررة إعانة إلى حد الآن بهذه الصيغة من السكن المطلوب بكثرة في هذه الولاية الريفية. وفي طريتي العمرانية استفادت ولاية وهران من عملية تأهيل شبكة طرقية بطول 40 كيلومترا. المشروع يهدف إلى إضفاء سيولة على حركة المرور والصبغة الجمالية للمدينة. مراد مزوار. تعرف مدينة وهران حركية اقتصادية متزايدة نظرا لحجم الاستثمارات التي تستقطبها في مختلف القطاعات، وتدعيما لهذا النشاط تعمل السلطات المحلية للولاية على تعزيز البنى التحتية خاصة منها الشبكة الطرقية، حيث تم في هذا السياق إطلاق مشروع بقيمة 30 مليار سنتيم. من بين هذه الطرق نذكر بالتحديد الطريق الذي يربط نفق سيتي جمال حتى ميناء وهران، وكذلك حي الطرق حي المسمكة، بالإضافة بعض الطرق على مستوى وهران، على مستوى مطار وهران، وكذلك على مستوى الطريق الاجتنابي الرابع. المشروع يمتد على طول يقارب حوالي 40 كيلومتر بمبلغ إجمالي يقدر ب 300 مليون دينار، يعني معادل 30 مليار سنتيم. هذا المشروع يأتي بغايات متعددة، منها تحسين حالة الطرق وتسهيل الحركية المرورية. بين الأهداف هو التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستشهدها مدينة وهران، لأن بعض المسالك تدخل في إطار المسار الذي سوف يعني يحضن هذه الألعاب. وقد تم تحديد 3 أشهر القادمة كفترة لإنجاز هذا المشروع الذي يقدم قيمة مضافة لمدينة وهران. تعرف إشغال الشطر الأخير من الطريق السيار شرق غرب الرابط بين بلدية الذرعان بطرف والحدود التونسية وتيرة إنجاز متسارعة ومتابعة تقنية وميدانية دقيقة، وهذا بغرض وضعه حيز الخدمة في السداسي الأول من سنة 2019. زينب برنوسية. الطريق السيار شرق غرب أو ما يسمى بمشروع القرن يعرف شطره الأخير الرابط بين بلدية الذرعان بالطارف والحدود التونسية تقدما كبيرا بفضل مضاعفة وتيرة الأشغال واجتياز العديد من العراقيل. هناك 70 ورشة عمل على مستوى الطريق على مستوى 84 كيلومتر، يعني نجم القلوب اللي شاك كيلومتر كاين ورشة. الأشغال لحد الآن ماشية على أحسن ما يرام، معظم المنشآت الفنية أتممت. هذا الإنجاز الضخم يتوفر على 60 منشأة فنية وأربع محولات، حيث تحظى مختلف الورشات بمتابعة تقنية دقيقة باستغلال الظروف المناخية والعمل دون انقطاع. هناك ورشات ليلية ورشات في النهار، متابعة لصيقة طبعا، إطارات كفؤة ذات خبرة، مكتب المتابعة مكتب دراسات مشترك جزائري إيطالي له من الخبرة ما يؤهله لمتابعة هذه المشاريع الكبرى. وللمكسب انعكاسات إيجابية على مستقبل هذه الولاية الحدودية. المشروع يحمل انعكاسات اقتصادية وسياحية كبيرة خصوصا بالنسبة لولايتي عنبة والطارف،
من جهة أخرى يمكن لهذا المشروع الهام استحداث فرص تشغيل للشباب. هذا وقد حدد تاريخ السداس الأول من سنة 2019 كموعد لوضع حيز الخدمة بعد استكمال أشغال كل الملاحق والمرافق الخدماتية والمراكز الخاصة بالصيانة المراقبة والإنذار. شكل اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي بورقلة فرصة للوقوف عند تطور مختلف أنواع الزراعة، هذا من خلال حملة من النشاطات كان أهمها المعرض المصغر للمنتوجات الفلاحية. مشري مزوار. اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي بورقلة كان مناسبة لمتابعة جملة من النشاطات على مستوى عدة مزارع بدائرة قوسة. الزيارة مكنت من الوقوف على تطور مختلف أنواع الزراعة والنتائج التي تم الحصول عليها بفضل الدعم المقدم من طرف الدولة وجهود المزارعين التي تجسدت في عدة مشاريع فلاحية حققت نتائج هامة. راكم تشوفوا المنطقة هذه كي رجعنا بفضل الأمن وفضل الدعم تاع رئيس الجمهورية كيفاش ولات الدائرة، راكم تشوفوا فيها كيما متجهة. وحنا إن شاء الله رانا طلبنا انشغالاتنا السيد الوالي وراه الحمد لله قال مرحبا بكم وانشغالاتكم راها معقولة وراهي إن شاء الله تتجسد. طلبنا الطريق باش يتعبد لأنه بيس، طلبنا الكهرباء الريفية باش تكون يعني تنقص من الضغط العالي للضغط المتوسط. كما أقيمت بإحدى المزارع جملة من النشاطات كان أهمها هذا المعرض المصغر لمختلف المنتوجات الفلاحية وأجنحة أخرى خصصت للمؤسسات والهيئات المشاركة، كما سلمت بالمناسبة تعويضات عن الأضرار التي مست بعض منتجي الحبوب. زرنا مزارع اللي كانت في المستوى اللي شفنا كيف هذه المزارع وكيف الفلاحين نجحوا يعني في العملية كل العمليات اللي قاموا بها سواء الأشجار المثمرة النخيل الزيتون أشجار الزيتون والقمح وغيرها من الخضروات والفواكه، وهذا يدل على مدى اهتمام يعني الدولة. لتعطى في الأخير إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر بولاية ورقلة. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أشرف والي ولاية إليزي عيسى بولحية على تأبينية المجاهد أحمد بن سبقاق المدعو بودراعة. التأبينية التي حضرها سكان مدينة جنت تميزت بتلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة، كما طلب سكان الولاية رئيس الجمهورية بالاستمرارية لاستكمال بناء الوطن. وجزاكم الله عنا خير الجزاء فخامة الرئيس، نقدر مجهوداتكم الكبيرة على ما فعلتموه وما تفعلوه من أجل هذا البلد الطيب، طالبين منكم الاستمرارية في بناء هذا الوطن العزيز. التحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي، تمكنت من إحباط عملية استلام كمية من المخدرات تقدر ب 35 كيلوغراما. العملية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص بعد عملية مداهمة لمسكن جنوب العاصمة. العملية أسفرت على إيقاف 8 أشخاص وكذا حجز كمية من مخدرات القنب الهندي قدرها 155 كيلوغرام، حجز 3 سيارات سياحية، حجز 260 غرام من المعدن الأصفر، حجز مبلغ مالي قدره 240 مليون سنتيم وكذا حجز 21 هاتف محمول. القضية تم إحالتها على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة. أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس 6 مخابئ لإرهابيين
في حين ضبطت مفرزة أخرى بتمرست مسدسا رشاشا من كلاشينكوف وكمية من الذخيرة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش إثر عمليات متفرقة بكل من غيليزان وبرج بوعريريج وبشار والوادي 7 تجار مخدرات، وضبطت لديهم أزيد من 55 كيلوغراما من الكيف المعالج و 1030 قرصا مهلوسا، في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني بكل من سطيف وتبسة شخصين بحوزتهما بندقية صيد وثلاثة مسدسات كهربائية. من جهة أخرى، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل بكل من شلف والقالة ووهران وعين تيموشنت محاولات هجرة غير شرعية ل98 شخصا، فيما تم توقيف 31 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بعين صالح. دوليا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 7 فلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فيما أقامت حواجز عسكرية جنوب الخليل وشماله. إلى ذلك، شهدت مؤسسات وكالة أونروا إضرابا شاملا في قطاع غزة احتجاجا على قرارها بتسريح الموظفين وتقليص برامجها بسبب العجز المالي في ميزانيتها. وهذه الآن أخبار دولية أخرى متفرقة نتابعها مع عائشة ببريق. البرلمان العراقي يحاول اليوم مجددا انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد تعثرها أمس بسبب الخلافات بين أعرق حزبين كرديين، حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، اللذين لم يتمكنا من الوصول إلى تسوية نهائية والاتفاق على مرشح واحد. حزبان تنافسا في انتخابات برلمانية محلية بإقليم كردستان شبه المستقل أول أمس، واشتد الخلاف بينهما بعد تداول مزاعم عن حدود تلاعب في هذه الانتخابات التي لم يفرج عن نتائجها بعد. وبإقليم كاتالونيا المستقل توتر في الذكرى الأولى لاستفتائه وانفصاله عن إسبانيا. شوارع العاصمة الكاتالونية برشلونة تعيش منذ يومين على وقع اشتباكات بين أنصار استقلال الإقليم ومعارضين لهذا المشروع الذي تصفه مدريد بغير القانونية. تسابق فرق الإنقاذ بجزيرة سولاوسي الزمن لإخراج ناجين محتملين من تحت الأنقاض، والمشهد نفسه أينما وليت البصر، أكوام مباني وسكنات، أشجار مقتلعة وخطوط كهرباء مقطوعة بعد زلزال عنيف مصحوب بأمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، ما صعب مهام رجال الإنقاذ للوصول للكثير من المناطق المتضررة، مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى الذي وصل لحد الآن إلى أكثر من 1200 هالك. في إطار مبدأ لنعيش معا في سلام، نظمت سفارة المكسيك بالجزائر لقاء جمع نخبة من الرعايا المكسيكيين بالجزائر الذين أعربوا عن ارتياحهم بالجزائر والترحاب والحفاوة التي يحظون بها وسط الجزائريين. وهبة دندانية. هم رعايا مكسيكيين مقيمين بالجزائر لبوا دعوة المعهد الثقافي الإسباني سيرفانتيس. اللقاء كان فرصة للإدلاء بشهاداتهم حول إقامتهم في الجزائر. أعيش هنا بالجزائر مدة 30 عاما، وزوجي جزائري، شعرت بالإطمئنان والارتياح لأن الجزائريين مسالمين، فمنذ وجودي هنا لم أتلقى أي مشاكل رغم أنني مختلفة عنهم في الديانة. أنا أنظر للجزائر على أنها بلد أمن وسلام، شعبها مضياف ومتفتح على العالم الخارجي. أنا جد مرتاح هنا وكأني في بلدي الأصلي المكسيك. قدمت إلى هنا منذ شهر فقط لأن زوجي يعمل بالسلك الدبلوماسي بالجزائر، وقبل مجيئي كانت لي صديقة جزائرية مقيمة بفرنسا حدثتني عن بلدكم الجميل والرائع. نحن قلة في الجزائر، لكن جاليتنا تنشط بقوة داخل المجتمع الجزائري في مختلف المجالات. الرعايا المكسيكيين المقيمين بالجزائر أشادوا بالتطور الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، وكذا بالمؤهلات السياحية التي تسخر بها.
منذ إقامتي هنا في الجزائر ابتداء من 2009 إلى غاية اليوم، لاحظت تقدما وتطورا كبيرا مس المجالات الاقتصادية والسياحة، وهذا شيء إيجابي. أقمت هنا فوجدت بلدا يسير نحو التطور، بلد سياحي بطبيعة خلابة وصحاري، بالإضافة إلى تاريخ ثوري مجيد. الجزائر تبقى دائما أرض السلم والسلام وأرض الصداقة والعيش معا في سلام. فرياضة، وضمن الدور نصف النهائي ذهاب لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، يواجه صارة اليوم ممثل الجزائر في هذه المنافسة فريق وفاق الصيف نظيره الأهلي المصري بملعب السلام بالقاهرة، فيما تجرى مقابلة العودة بالصيف في 23 أكتوبر الجارية. حد موفق للوفاق بدأ نطوي أوراق الوحيدة. إليكم تذكيرا بالعناوين. أمطار غزيرة بالعاصمة تتسبب في انسداد بعض الطرقات وعرقلة حركة السير، ومصالح السيارة تكثف جهودها لإزالة الأتربة والأوحال. الوزير الأول أحمد يحيى غدا بلشبونة لترأس أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، مناصفة مع نظيره البرتغالية. تقدم كبير في أشغال إنجاز الشطر الأخير من الطريق السيار الرابط بين الطارف وتونس لتسليمه العام المقبل، دفعا للنشاط الاقتصادي والتجاري. وفي الرياضة، وفاق الصيف يواجه سهرة اليوم نادي الأهلي المصري في إطار الدور نصف النهائي ذهاب لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وللتواصل معنا عناويننا الإلكترونية في الخدمة. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.